وتنسكن في مكناس في الحي البرج مولاي عمر، والسن ديالي 22 عام. كنت كنقرا، كندير، كنت كنقريت ديال داكشي ديال كرواسون روج، وعندي 4 ديال الاتاستاسيون ديال لي زانفيرمي. كنت مكمله خدامه في الطبيب، كان ستاجي، ولاني من بعد صافي كنت تضربت في وجهي وتعقدت اخويا من الداخل ومرضت نفسانيا. ولاني دابا انا راني ندمانه على داكشي اللي دوك الاغلاط اللي كنت ارتكبت في الصغر ديالي، وكنطلب من المحسنين والدكتور تازي يعاوني باش ندير التجميل لوجهي، لان ندمت بزاف. دابا كنمشي للسويقه ولا لشي بلاصه ولا العائله كيشوفوا هكا وجهي هكا مضروب، ما كيبقاو الناس مشوكين مني، مخلوعين اخويا. انا راني ندمت بزاف، كنطلب منوني شي اللي كاين اخويا.